السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم معي أنا سلمان الدعجاني في الحلقة الختامية للموسم الأول من برنامجكم فرسان سلمان. في الحلقة الماضية شفت مجموعة من فرساني اللي تغيرت حياتهم، وقبل ما أبدأ مع المجموعة الثانية من فرساني أبغى أرد على سؤال جاني كثير على تويتر، أو يمكن أحب أني أوصل من خلال قصتي وأشجع المعاقين في إنهم يبادروا. أنا كنت من منسوبي القوات البحرية، صار علي الحادث من 14 سنة. البعض تنتهي حياتهم بعد الإعاقة، إلا أني أعتقد أن حياتي بدأت بعد الإعاقة. تحدي كبير كان أمامي، يعني أكون أو لا أكون. عندها قررت أني أحارب. وقتها كان معي مبلغ بسيط بديت فيه حياتي، وكان مخصص للعلاج. كان كل همي أني ما أكون عالة، لا على أهلي ولا على أحد. وحاربت وتغربت، ومرت علي أيام صعبة جاوزتها بإرادتي، ولأن كان عندي هدف أبغى أقول للكل أني ما زلت أنا. أتمنى من كل إخواني المعاقين أنهم يحاربوا وتكون عندهم إرادة ويبادروا ويكفيهم شرف المحاولة. تدرون، خلونا نكمل ونستعرض باقي أبطالي وفرساني، فرسان سلمان. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. أنا طبعا قبل عام فقدت الأسرة بسبب العمى، فقدت البصر، فقدت العمل، فقدت كل شيء. أصبحت بين يوم وليلة لا شيء. والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا. والأمل يلف أغانينا، ونمد يدا للمستقبل. هيا نبادر. والآن وبفضل مجهودات برنامج فرسان سلمان، الحمد لله النظر رجع لي، ومجهودات الشيخ سلمان شخصيا رجع لي البيت. الآن أنا داخل البيت الحمد لله، والحمد لله الأسرة رجعت لي. يعني كل ما فقدته وجدته بفضل برنامج فرسان سلمان. نسأل الله أنه يكون كل ده في موازين أعمالهم، وأنا بعلن أنه أنا واحد من فرسان سلمان، وأتمنى أن أكون عند حسن الظن. وأشكر برنامج فرسان سلمان لأنه غير حياتي. أنا صراحة من هذا المنبر وجه رسالة شكر إلى برنامج فرسان سلمان، وحيث أنني الفارس محمد الشهراني أود أشكر فريق العمل كاملا من الشيخ سلمان، ومتضمن الإخوان في التنسيق والمتابعة ماطر عتيبي ومقرن عتيبي، وأشكر أيضا فريق العمل على ما قدموه لي. لقد وجدت ولله الحمد علاجي مكثف في مركز التشيكي، وصراحة إلى الآن الحمد لله أحس بتطور وتحسن بالحالة بإذن الله، وإلى أمل قريب إن شاء الله. وأيضا الشقة كما تشاهدين أنا جالس فيها، والحمد لله مرتاح مع أهلي مع أسرتي. النفسية لها دور كبير في العلاج،
وصراحة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أوجه رسالة شكر وأقول بيض الله في وجهك يا شيخ سلمان والأخوان كلهم جميعا، ولساني يعجز عن الشكر. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. أنا فارس إبراهيم جابر، شكرا فرسان سلمان، شكرا عم سلمان، أنا أحبك غيرت حياتي. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبني. هيا أحمد الله وأشكره الذي بعث لي الشيخ سلمان، وأنا الحمد لله الآن داومت وتغيرت حياتي، وسعد وأولادي صاروا سعداء الآن، أسأل الله أن يسعده في الدنيا والآخرة، والحمد لله الآن صاروا أبنائي كلهم صغير وكبير في سعادة، وصار الآن مسرورين، وأنا بفضل الله ثم بفضل الشيخ سلمان أصبحت الآن أسعد إنسان. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا، لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، لولا الإصرار لما لاحت. يقولون يد واحدة ما تصفق، أنا صحيح أني غيرت حياة معاقين، وأحمد الله أني قدرت أرسم الابتسامة على وجوههم، لكن تخيلوا لو كان كل واحد فينا بادر وغير حياة معاق، ما راح يكون عندنا معاقين، وراح تكون مجتمعاتنا أجمل. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا، بالعزم بنينا حلما بيدينا، بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا. ونمد يدا للمستقبل، هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبني، هيا نعمل، هيا نبني، هيا نعمل. بارك يا رب، بارك يا رب، بارك يا رب، بارك يا رب، بارك يا رب مسائنا. فرسان الخير، فرسان الخير، فرسان الخير. خلونا نصنع منهم قادة ومنتجين وفعالين يحطون يدهم بيدكم ويبنون مجتمعاتهم. هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل، هيا نبادر لغد
أجمل ونمد يدا للمستقبل. هيا نبني هيا نعمل هيا نبني هيا نعمل. بارك يا رب 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 مسائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكر الله سبحانه وتعالى أن الله رزقني بوالد ورزقني بره، وهذا شيء رزق ما حد الله ما يعطيك لأحد سبحان الله. وأحمد ربي أن الله جعلني بره في والدي. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم. وأشكر فرسان سلمان اللي ساعدوني ووقفوا معي، ولا حياتي أول الحمد لله على كل حال صعبة شوي، وبفضل الله ثم بفضل الشيخ سلمان وطاقمه والبرنامج. أنا أشكر الله ثم أشكرهم بالوقوف جانبي وتذليل الصعوب أمامي أنا ووالدي. أنا قبل 14 سنة كنت بعافيتي، وبلحظة تغيرت حياتي. وهنا أستذكر بيت شعر جميل يقول الشاعر: ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي. أسأل الله أن ما يغير عليكم، وما بقول لكم مع السلامة، ولكن اللقاء في الموسم الجاي. ولا تنسوا دائما دائما بادروا. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا. شكرا أستاذ سلمان لأنك صلحت بيتنا، غرفة صارت كذا. أحبك سلمان لأنك جبت لي بلاي ستيشن. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا. والأمل يلف أغانينا. بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا. والأمل يلف أغانينا. تعالوا تعالوا بريكم موتري سيارتك. هيا نبني هيا نعمل. بارك يا رب بارك يا رب بارك يا رب مسائنا. هذا الوصف حقي. أحبك أستاذ سلمان. لا دقيقة وقفت يلا. هذا الوصف حقي أستاذ سلمان. أنا أحبكم، مع السلامة. يا رب قلبك. لولا الأمل الساكن فينا لم نبلغ أي أمانينا. لولا الإصرار لما لاحت بالأفق نجوم تهدينا. لولا الإصرار لما لاحت
بالأفق نجوم تهدينا بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا بالعزم بنينا حلما بيدينا بالبشر أتينا والأمل يلف أغانينا هيا نبادر لغد أجمل ونمد يدا للمستقبل هيا نبادر لغد أجمل